صدر الفرح بيغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن وجهتنا واتجاهنا صوب مدينة إنسبيرك النمساوية في إطار بطولة يورو 2008 والمواجهة المرتقبة بين منتخبي السويد وإسبانيا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة. التسجيل الصوتي لهذا الفيديو من قناة الجزيرة الرياضية بتعليق المعلق علي محمد علي. إن شاء الله سيتم إضافة المزيد من المباريات في يورو 2008، فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك بالقناة، ولا تنسوا متابعتي عبر حسابي في تويتر وفيسبوك، والروابط ستجدونها أسفل الفيديو في الوصف وفي التعليق المسبق. الآن أنتقل بكم إلى ملعب المباراة وإلى مدينة إنسبيرك النمساوية، أحد أجمل مدن أوروبا، والمعلق علي محمد علي. أستاذ علي، تفضل، إليك الميكروفون. نرى مشاهد خلابة، ويعني أشجار وجبال وثلوج وأشياء كثيرة جدا حقيقة، لكن نتمنى إن شاء الله أن تكون مباراة أيضا يعني بحلاوة وبجمال مدينة إنسبروك أولي منذ عام 2001. نتابع هذا اللعب الخطير، طارس، طارس النينيو، النينيو الملقب بالطفل، ولكن هو معجزة، أحد معجزات الكرة الإسبانية. أندرسون رقم 19، لكن نتابع التسديدة القوية، اختبار أول لحارس المرمى، لكن كرة من اللاعب إنيستا، وكرة إنيستا على طول تطلع إلى خارج الملعب. البداية القوية في هذه المباراة. بعد أمامنا راموس، راموس نجم ريال مدريد اللي قادم من نادي إشبيليا، يلعب كرة حلوة أوي لتوريس، توريس يعدي بمهارة ويلعب العرضية، السلام على توريس، طمعه في الكرة العرضية. مطلع هذا العام أمام كوستاريكا، لعب بعدها لقاءات هامة جدا أمام تركيا، أمام البرازيل، ركنية للمنتخب الإسباني. ودي أمامنا التسديدة، لكن يلعبها بعرض الملعب، جول، جول عن طريق النينيو، الأحمر أمامنا الإسباني، البيتادور الإسباني يروض غرات الشمال ويتقدم في هذه اللحظات عن طريق هدف رائع رائع من ركنية لعبت قصيرة إلى اللاعب ديفيد سيلفا، واللمسة السحرية من اللاعب النينيو، اللمسة السحرية من النينيو. وادي أمامنا النينيو اللي قال نساند المدرب كما يساندنا، بعد ما البعض كان عايز يضخم الأمور، لكن شوف حضراتكم الهدف، ادي الكورة، التحرك الجميل واللمسة على طول، لمسة سحرية، لمسة سحرية. ادي أمامنا الاستلام على طول والتمرير، هل يأتي الرد المنتخب السويدي؟ اللاعب هنريك لارسن عمل كرة حلوة، هدف التعادل في الشباك من الخارج، هدف التعادل بيضيع. ادي أمامنا اللاعب المندر، ادي المندر اللي بيخشاه تماما أراغونيس، لاعب فريق نادي تولوز اللي صعد بتولوز الى طبعا دوري اسبانيا عن طريق اللاعب المتميز اللاعب فرناندو توريس. درجة الكمال، وان كان الكمال لله وحده طبعا، لكن أمامنا هو صاحب الخبرة، وادي الكرة المكارة من هذا اللاعب. ادي أمامنا اللاعب لسه 36 سنة، وشوف حضراتكم بيتحرك ازاي، عنده شخصية المهاجم، عنده شخصية القائد، ولاعب لعب في اكبر الاندية، لكن هو في سن كبير، راح برشلونة في 2004، راح عب بوجول اللي يبدو ان عنده اصابة، وينزل لاعب من اللاعبين الحقيقة اللي واضعين اسمه. ادي الكرة على طول داخل منطقة الجزاء، وادي أمامنا الكرة القوية، واللاعب والهلمسن اللي غايب النهاردة، وادي كرة رأسية في منتهى الخطورة عن طريق اللاعب البندر. ادي أمامنا التركيز على الكرات العالية من المنتخب السويدي على دفاع المنتخب الإسباني. ادي أمامنا الإعادة، شوف حضراتكم كلوب صبوا النهاردة، ويعني حولوا إلى فرحة فوز وفرحة تقدم بهدف اللقاء الوحيد بعد ربع ساعة، لكن منتخب السويد عن طريق اللاعب شتور يلعب الكرة العرضية، الاستلام، الاستلام بالمهارة وتسديدة، وجول، جول عن طريق الساحر، عن طريق الساحر، هو بيحمل الطموحات والآمال ويحمل الكثير الحقيقة في هذه البطولة، اللاعب إبرا كدبرا إبراهيموفيتش. الكرة الأولى كان ممكن يخلصها ببطن قدمه، لكن هو أراد التأكيد،
استلام مع دوران مع يعني رهبة اللاعب ابراهيموفيتش. حارس المرمى كازياس مع بوفون مع فاندر سار افضل حراس المرمى، لكن لإبرة رهبة. وادي امامنا شوف حضراتكم الكورة اللي بيشاكس عليها هندريك لارسن ويعدي من راموس، وادي امامنا الخطة اصابت كازياس في اللقطة الماضية. حارس مرمى مميز، لكن شوف القوة شوف القوة شوف القوة من القدم ال 47 مسافة. هدف اللي طبعا سجله ابراهيموفيتش، وهدف التقدم كاد ان ياتي عن طريق اللاعبية. بيضيع اللاعبية، عودة اسبانية مرة اخرى. اللاعب راموس مساندة من راموس بيعود منتخب اسبانيا، مهارة بلمة عالية جدا. وادي الفرصة وادي الضغط هنا في دفعة وفي تدخل قوي، لكن حكم اللقاء الحكم بقى هنا الحكم لقاء اليوم الحكم الهولندي في دفعة في قوة في الكرة الماضية. صحيح اللاعب ديفيد سيلفا من اصحاب يعني القامات القصيرة والبنيان الضعيف، لكن عنده كورة وعنده مهارة عالية. دخل معاه بقوة المدافع السويدي وحكم اللقاء ادى تحت الفرصة، قلنا واسلنا عليه تحت فرصة، لكن هذه المرة اللاعب طبعا ديفيد سيلفا في اللقطة الماضية وقع داخل منطقة الجزاء. بمدينة تيرسبروك ملعب تيفلين نيو، حيث هذه المباراة والتي انتهى شوطها الأول ما بين منتخبي سيزينيستا. وتمرير عنده خد إلى سيلفا، وسيلفا البيع حدود منطقة الجزاء، ولكن زود العيار حبتين. الماندر المحاولة منتخب السويد بدون اللاعب إبراهيموفيتش، وهناك خطأ وهناك إنذار أول في هذه المباراة. خطأ وأهداف في التصفيات في أيرلندا وأولمبيا مرتين، سجل في تلك التصفيات في مرمى ايرلندا مرتين في مرمى لاتفيا مرتين. ادي يطلع اللاعب تشافي وينزل مكانه اللاعب سيسك نجم فريق نادي الاصل، يطلع انيستا وينزل مكانه اللاعب الشاب اللاعب كاسار لطريق اللاعب ديفيد سيلفا من افضل اللاعبين الحقيقه ديفيد سيلفا مع المنتخب الاسباني بعد ما حصل على الفرصه. الى فرناندو توريس، توريس توريس زاويه صعبه يا توريس، الزاويه صعبه يا توريس. ادي امامنا النينيو، ادي النينيو دولي منذ لقاء اوكرانيا في عام 2003، لاعب من لاعبين الزملاء في هذه اللحظات. ادي الكره على طول على طريق اللاعب ديفيد فيا، المهاره من ديفيد فيا، تمريره حلوه الى سيلفا، جول يا سيلفا يا سيلفا لديفيد فيا تكتب، والمتابعه فرصه هدف ولكن تضيع. مش ممكن فرصه فرصه ثلاثيه، لكن عمل جمله حلوه قوي الحقيقه ما بين اللاعب ديفيد فيا ما بين اللاعب ديفيد سيلفا. شوف حضراتكم التلاعب بالدفاع المنتخب السويدي من اصحاب القامه القصيره والمهاره العاليه جدا. وادي كره سيلفا ترتد لفيا وفيا يعيدها مره، لا تحتاج لتعليق من احد المشجعين. تسديده حلوه برازيليه من اللاعب المجنس اللاعب سنه، تسديده من اللاعب سنه. لا المنتخب الاسباني الافضل منتخب السويدي بعد خروج ابراهيموفيتش. راسيه من اللاعب طارس ومحاوله، ولكن المره دي سهله سهله الكوره الماضيه من اللاعب سنه. ادي امامنا اللاعب سنه سجل بول حضراتكم، لكن راجع على طول هنا اللاعب ديفيد سيلفا مهاري جدا، يعدي من واحد ويعدي من الثاني. لاعب متميز قوي اللاعب ديفيد سيلفا الحقيقه، لاعب متميز عرض من ليفربول، ولكن نتابع هذه المحاوله. وادي امامنا الكره داخل منطقه الجزاء، وكان من ناشئي نادي الارسنال لعب بعدها البرمنجهام اللي هبط هذا الموسم. الكرات العاليه فرصه 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 فرصه، لسه الكوره اللي تقدم فيها في هذه اللقطه اللاعب هانسن. وادي امامنا هندريك لارسن كان هيسجل، انتظار نتيجه مباراه بقى روسيا مع اليونان، ولكن توريس يسدد. الكوره الحقيقه بتعاند المنتخب الاسباني، الكره تعاند منتخب اسبانيا اللي يستحق الفوز. الشريف بقى اللي هيحسم الامور، لكن طبعا النتيجه حتى الان لم تحسم، التعادل ما زال 1-1 في هذه المباراه. فرناندو توريس يعني معلن، لاعب تشابي الونسو اللي ما شاركش النهارده تلقى عرض لانضمامه، لكن اتبع الكره والفرصه جول جول عن طريق اللاعب. الضربه القاضيه الضربه القاضيه الفنيه هي في الملاكمه، لكن في كره القدم هي الركله القاضيه الفنيه عن طريق ديفيد فيا. ديفيد فيا هو هداف اسبانيا وكان متساوي مع الفونسو، سيبكم من كل الكلام ده، هو الحسم بياتي من هذا اللاعب في وقت قاتل في وقت قاتل في الدقيقه الثانيه من الوقت ما صف بدل الضائع. بيعلن اللاعب المتميز فيا عن هذه الحقيقه. وفقد منتخب السويد نصف قوته طوال الشوط الثاني، منتخب اسبانيا كان الافضل، منتخب اسبانيا قاتل.